معايير توزيع الاستثمار العمومي على الجهات للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة فلأحدهم الكلمة. تفضلوا سيدنا المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، لقد لاحظنا على أنه حجم الاستثمار العمومي في داخل الجهات لازال كما هو عليه، مع الرغم أن البرنامج الحكومي والقانون المالية جاء ليدعم الجهات التي هي في الحاجة، أي جهات المغرب الغير النافع. لو تكلمنا عن الاستثمار الخاص لما تفهمنا ذلك هو التوجه نحو هذه الجهات اللي فيها هامش من ربح مهم، ولكن هذا استثمار عمومي يخص جميع المغاربة. إذن ما هي المعايير التي تعتمدونها السيد الوزير من أجل توزيع ميزانية الاستثمار على الجهات وحفاظا على مبدأ التكافؤ بين الجهات؟ وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. شكرا السيد الرئيس. أشكر السادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة على سؤالهم حول توزيع الاستثمار العمومي على الجهات. وأريد أولا أن أؤكد بأن الحكومة واعية بأهمية اعتماد المقاربة المجالية في وضع وتفعيل المشاريع في إطار سياسة شمولية لتأهيل المجال، وذلك بالأساس من خلال توزيع الاستثمار العمومي على الجهات وفق مقاربة ترابية تضمن تكافؤ الفرص والتضامن بينها. وعلى هذا الأساس، وأنتم تعلمون بأن المغرب دخل في العشرية الأخيرة في سياسة خلق أقطاب جهوية من أجل خلق أحواض التشغيل وخلق التنمية وتطوير التنمية الجهوية المتوازنة، وهذا توجه ديال جلالة الملك واللي مشت فيه الحكومات وهذه الحكومة كذلك. وهنا لا بد من الإشارة أن هذا التوجه بدأ يعطي الثمار دياله، من تنشوفوا بأن كاين العديد من جهات المملكة اللي عرفت واحد التطور ديال الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكل جهة على كل نسمة اللي هو أكبر من المتوسط ديال تطور ديال الناتج الداخلي الخام. فمثلا متوسط كان حسب الفرد الناتج الداخلي الفردي كان 4% خلال هذه السنوات الأخيرة، في الوقت أن مثلا بالنسبة للجهة ديال طنجة تطوان ارتفاع كان ما يقارب 6%، كذلك الشكل بالنسبة لمناطق أخرى كالمنطقة ديال درعا تافيلالت أو المنطقة ديال الشرق الريفي. من جهة أخرى كذلك باش يمكننا نزيد نكرسوا هذا التوجه، الحكومة قامت بعدة أمور أساسية. النقطة الأولى وهو وضعنا مشروع قانون تنظيمي للمالية بكيفية تشاركية مع جميع الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة. هذا مشروع قانون تنظيمي للمالية الذي تمت مناقشته في اللجنة المالية وتم توافق حوله أكد على البعد الجهوي للقوانين المالية، وبالتالي المشرع غيبدأ يقرر في التوجهات الجهوية باش نوصلوا لهذا التوازن اللي تكلمتوا عليه. وأخيرا هنالك كذلك الجهوية المتقدمة اللي جات في الدستور الجديد واللي غتعطي قوة أكبر لإحداث هذا التوازن داخل الاقتصاد الوطني حسب الجهات. وشكرا. كلمة لكم سيد النائب المحترم للتعقيب. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء، السادة وسيدات النواب المحترمين، هذه الكلمة اللي تقدمت بها السيد الوزير بطبيعة الحال لم تقنعنا، وهو الموضوع في حد ذاته نعتبر أنه يتجاوز وزارة المالية والاقتصاد، وكان بودنا أن نضعه على السيد رئيس الحكومة، لأن كل برنامج الحكومة أو الجزء الأكبر منه جاء في هذا السؤال، لأن البرنامج الحكومي هو المسؤول على القضاء على الاختلالات الموجودة بين المناطق وبين الجهات المغربية المختلفة. فسيد الوزير، السادة السيدات النواب المحترمين، ليس هناك اثنان يختلفان على أن 20% من الاستثمار العمومي تقريبا هي موجهة لمنطقة الرباط زعير. هذا شيء غير معقول، في حين أن مناطق أخرى مثل سوس نصا درعا، مثل منطقة مكناس تافيلالت وغيرها، أو طنجة اللي تكلمت عليها السيد الرئيس. السيد الوزير، طنجة مثلا منطقة تطوان طنجة فيها
أصغر نسبة أضعف نسبة من التمدروس بالنسبة للفتاة، وفيها أضعف نسبة بالنسبة للتأطير الطبي على الصعيد الوطني مع الأسف. ولهذا نظن على أنه السيد الوزير يجب الإسراع بقانون الجهوية من أجل الإفلات نهائي للتمركز الطاغي إلى الآن مع الأسف على السياسة العمومية. كما أننا نطالب بقيام بعملية التقييم لهذه السياسة الاستثمارية الحكومية في إطار الجلسة السنوية. رحنا في السنة الثانية من هذه الولاية ديالتنا وإلى الآن لم تعقد مع الأسف هذه الجلسات التي نسائل فيها الحكومة. كما أن هناك جهات لا نعلم ما هي الجهات في إطار شكرا سيدنا المحترم انتهى الوقت معذرة ونمر لو سمحتوا للسؤال الموالي. عفوا لكم الكلمة السيد الوزير لي بعد ثواني الرد على التعقيب. شكرا، انا فقط بغيت نشكر السيد النائب المحترم. نعم الجهة المتقدمة دور أساسي وينبغي أن نقوم به في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للنقطة اللي تكلمتي عليها، راه وقع تغيير في الهيكلة ديال الاستثمارات العمومية. تكلمتي على طنجة تطوان، السنة الماضية تم إنجاز 12% ديال الاستثمارات العمومية مشات لجهات طنجة تطوان، إذن وقع تطور كبير في هذا المجال، وكذلك بالنسبة للجهات أخرى بالنسبة للجهة الشرقية إلى آخره. ممكن نعطيكم المعطيات. شكرا سيد الوزير.